يشهد القطاع الزراعي في السعودية نمو متسارع هذا العام وفي الأعوام الماضية، فقد ارتفعت خلال الأعوام العشر الماضية المزارع العضوية في السعودية من 79 مزرعة فقط إلى أكثر من 400 مزرعة حتى نهاية العام الماضي 2021. كل هذا مدعوم بالعديد من القرارات الحكومية التي بدأت منذ عام 2005 واستمرت بدعم كبير بعد إطلاق رؤية 2030 للمزارعين، سواء بتقديم القروض أو الإرشاد للمزارعين الذين يرغبون بتحويل المزارع الخاصة بهم إلى مزارع عضوية. نتواجد الآن في إحدى المزارع في أم الساهك بمحافظة القطيف، وهي من المزارع التي أنشئت قبل نحو 9 أعوام وتعمل حتى اليوم. ويتواجد معي الآن مالك هذه المزرعة الدكتور حامد العمران. أهلا وسهلا دكتور حامد. في البداية تواجدت الآن وأنشأت هذه المزرعة قبل 9 أعوام، كيف شاهدت نمو الزراعة العضوية في السعودية طوال هذه المدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية لا يمكن لأي قطاع أن يتطور إلا في ظل دعم وتشجيع وتحفيز ومساهمة واهتمام من المزارع واهتمام من المستهلك. في ظل هذا، عندما بدأنا تجربتنا في الزراعة العضوية لم يكن هناك إلا بضع عشرات من المزارع العضوية وتلك التي تحت التحول العضوي، واليوم نرى إنه الأعداد تضاعفت أضعافا كثيرة، وهذا ما يدل على أنه هنالك دعم وتشجيع وتحفيز واهتمام من المواطن نفسه. لو لم يكن هناك اهتمام أنه يشتري الغذاء العضوي لما تطورت المزارع العضوية بهذا الشكل. نعم، كيف تشاهد الآن اهتمام بالمنتج العضوي بشكل عام كمزارع اليوم؟ بالتأكيد، يعني ولكن هنالك بين أناس من هم يتخوفون من المزارع العضوية بأنها ممكن تكون بس أسماء وهمية دون أي معنى، ولكن أنا أؤكد أن الزراعة العضوية هنالك متابعة وإشراف وهنالك مراقبة وتوثيق لجميع أعمال الزراعة، حيث أن تأخذ عينات وتقيم التربة وتقيم السمن وتقيم كل شيء، وهذا دليل على أنه اهتمام الدولة بالزراعة العضوية واهتمام الشخص بأنه يأكل غذاء عضوي صحي. نعم، لديك تجربة ربما فريدة في هذه المزرعة، وهي توعية الناس خلال أيام معينة في الأسبوع بأهمية الزراعة العضوية والمنتجات العضوية. كلمنا عن هذه التجربة ورأيك فيها يعني بعد سنوات في هذا المجال. حيث أني كنت في بداية حياتي أمارس الطب وكنت تخصصت في تخصصات كثيرة، فكان اهتمامي في الناحية الصحية هو اهتمام جل، وحتى نثبت للناس أن احنا مزرعة عضوية حقيقية فتحنا المزرعة يوم واحد في الأسبوع وجعلنا عملنا دورات للناس لتدريب الناس يزوروا الحيوانات يشوفوا الدورة الزراعية الكاملة وكيف عناصرها وكيف الزراعة وكيف تعتمد الزراعة، وجعلنا يوم واحد في الأسبوع الناس تأتي إلى المزرعة وتتسوق من المزرعة بعد أن تتذوق وتعرف الفرق بين الغذاء الصحي العضوي والغذاء الغير عضوي. نعم، كل الشكر لك دكتور حامد. أيضا نايف، أود الإشارة إلى أن السعودية في المؤتمر الوزاري للأمن الغذائي الذي دعت له أمريكا في الأمم المتحدة في مايو الماضي، أكدت المملكة أن لديها خطط واستراتيجيات مستمرة في تعزيز التنمية المستدامة وأيضا الأمن الغذائي في المملكة بشكل عام وفي الشرق الأوسط، إضافة إلى أنها أكدت على أن دعم الابتكار والتطوير في المجال الزراعي له أهمية كبيرة وقد قدم له الكثير خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يساهم بجلب المزيد من الاستثمارات وإتاحة الأمان في هذا المجال الزراعي للاستمرار فيه وتزايد أعداد المشاريع الزراعية مستقبلا وخلال السنوات القادمة لتحقيق أهداف رؤية 2030 فيما يتعلق بالتنمية المستدامة.